بسم الله الرحمن الرحيم. نواصلوا، حبسنا عند هذا الجزء. قالك نضع شحنة أخرى ناقص كي عند نقطة سي متناظرة مع أ بالنسبة لبي، يعني هذه هي اللي هي الشحنة ناقص كي، يعني رسمها لهنايا ناقص كي عند نقطة سي متناظرة مع أ بالنسبة لبي، يعني هذا الطول يساوي هذا الطول، يعني هذا ثاني يساوي أ. هذه اللي نحتاجها دروك. أول حاجة قالك حسبها، أحسب بالحقل الكهربائي في النقطة سي من الشحنتين الأخريين، يعني هذه وهذه ناتج عن هذوما، ثم أوجد القوة F2 المطبق على الشحنة ناقص كي اللي راهي في الموضع سي، هذه ماشي هذه صح. دروك نحسبو أو، أو شي يساوي أو، نطبقو مبدأ التراكم يساوي أو اللي راهي تأثر به الشحنة ناقص كي اللي عند أ، أو أ زائد أ تاع بي صح. أولا نمثلوه، بي موجبة يعني يجي خارج منها، هذا أ بي، أ الشحنة اللي عندها سالبة يجي هك داخلي، هذا أ أ. أما فيما يخص أشعة الوحدة يجو هك أ من المؤثر إلى المتآثر، يعني شعاع الوحدة يكون نفسه للمحمول، لأنه محمول على نفس المحور، على محور واحد صح. دروك أ أ أ شا تساوي ك في كي عند أ اللي هي ناقص كي على المسافة اللي ما بين أ و سي، أ سي اللي هي أ زائد أ اللي هي اثنين أ، بصح اثنين أ مربع، يعني على المسافة مربع، يعني على ربعة أ مربع، لأنه اثنين أ كثر ربعها تعطيك ربعة. فها في شعاع الوحدة اللي هو أ صح، أ بي كذلك، أ بي شا تساوي ك في كي عند بي اللي هي اثنين ك كي على المسافة اللي هي بي سي مربع اللي هي أ مربع، في شعاع الوحدة أ صح. نعوض دروك، تولي ناقص ك كي على ربعة أ مربع زايد اثنين ك كي على أ مربع في شعاع الوحدة أ، رانا مخرجين على المشترك، وتساوي نوحد المقامات نضرب هنا في ربعة تولي ثمانية، لهنا تولي على ربعة، تولي يتسمى تولي سبعة ك كي على ربعة أ مربع. فا شعاع الوحدة هذا أ، هذا هو أ أ عن سي صح. بعد ما حسبنا أ عن سي قالك حسب القوة F عن سي، يعني F سي، F سي شا تساوي كي عن سي في أ عن سي اللي حسبناه، اللي هذا هو طبقو بارك دروك. F عن سي تساوي كي عن سي هي ناقص كي في هذه في سبعة كا كي على أربعة أ مربع شعاع الوحدة أ اللي هي ناقص سبعة كا كي مربع على أربعة أ مربع أف سي. هذه هي القوة، وهكا نكون بإذن الله سلكنا السلسلة الأولى من التمارين، والحمد لله رب العالمين.